قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من غير منار الأرض. من كما سلف اسم موصول، لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني مراسيم الأرض أو الحواجز أو الفواصل التي تكون بين أرض وأخرى. وسميت منار الأرض لأن بهذه المراسيم ينار الحق ويظهر، فتكون هذه الأرض معلومة بأنها لفلان وتلك لفلان لوجود هذه العلامات التي تنير الحقوق بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. هذا إذا اقتطع شبرا، فما ظنكم بمن اقتطع مترا، من اغتصب الأرض كلها؟ وهذا كما سلف يعيدنا إلى خطاب مفهوم الموافقة، فذكر الشبر لا يعني أن ما هو أكبر منه ليس داخلا، بل ما هو أكبر منه أولى بالدخول، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل إذن مثقال جبل من باب أولى. وهذا الحق حق للمخلوق، لكن هل يفترق هذا الحق عن الحقين الأوليين؟ نعم، الافتراق في أن هذا الحق حق لقريب منك، لا من جهة النسب ولكن من جهة الدار الذي هو الجار، وحق الجار عظيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني الجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأحق من أحسن إليه الجار، فما ظنكم بمن أساء إلى جاره؟ ولذا كانت اللعنة مستحقا لها هؤلاء لوجود الضرر الكبير من هؤلاء.